نعم الرحيم الصراحه لا ما خلونا ما نقولوا ما نقول شيء ولينا مع العموم ما تفوتنيش المناسبه ملي نشوف جميع المناظرين من مناظر الحزب لان لو لا بيكون ولا متعاطفين مع الحزب ما كانش نقدروا نوصلوا للنتائج اللي حققناها بالفعل النتائج كانت نتائج جد مهمه وكنرجع الفضل دائما ليكم لا كجماعه طنجه ولا كجماعه قرويه كيف ما قالوا الاخوان هذه واحد بدايه مرحله جديده اليوم كاين عندنا اللقاء ديال الجمع العام ديال التاسيس ديال الامانات المحليه ديال اربعه ديال المقاطعات اللي تابعت جماعه طنجه اصيله. هذا التاسيس كيجي في اطار الديناميه اللي كيعرفها الحزب على المستوى الوطني ديال اعاده هيكله الحزب لا محليا ولا اقليميا ولا جهويا. بالنسبه للجهه طنجه تطوان الحسيمه المحطه الاولى كانت عندنا في مدينه وزان اسسنا جوج ديال الامانات المحليه. اليوم محطه ثانيه كاينه في طنجه ديال بعض ديال المقاطعه ديال طنجه ديال جماعه طنجه. غدا عاد غنستكملوا الهيكله بتاسيس الامانات المحليه ديال الدوائر اللي كاينه خارج الجماعه ديال طنجه باقي الجماعات. وان شاء الله في الاشهر ولا في الاسابيع المقبله غنستنفوا العمليه ديال الهيكله على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الجهوي. اللقاء ديال اليوم هو بدايه ديال التاسيس ديال الامانات المحليه كما جات في التوجيه ديال اللجنه ديال التنظيم على المستوى الوطني وكذلك المصادقه ديال المجلس الوطني وديال المكتب السياسي والامين العام على تنظيمات جديده ديال الحزب على المستوى الوطني في شكل دوائر محليه اللي تتشمل أربعة الجماعات وخمسة وحسب الدوائر ديال السلطة. ومن بعدها غادي تكون الأمانة الإقليمية ومن بعد الأمانة الإقليمية غيكون مؤتمرات جهوية باش لأن كانت الجائحة وكانت الظروف ما تسمحش باش نعيدوا النظر في الهيكلة ديال الحزب. الآن هذا اللقاء هو لقاء مهم باش تخدمة جديدة في التنظيمات ديال الحزب. كما درنا انتخابات ودرنا منتخبين شباب ودرنا يعني مناضلين جدد فيهم اللي ما عمره مارس العمل السياسي خاصنا تنظيمات جديده بهياكل جديده بطرق جديده ونستافدوا من التنظيمات ديالنا السابقه اللي كانت فيها بعض الاعطال باش يكون عندنا تنظيمات في المستوى المطلوب وهذا هو اللي علاج مجتمعي اليوم.